يا اخوان انت تشوف هلا سراج ملي بيبان الحيوط انت شتيهم كي دايرين كلهم معمرين الملح، ما انت حلت كتصبغ، ما انت حلت كتدخل لهم هكاك حوايج انا فين مكرفسين كاري عام وانا كاري معطيني تريال حاط الحوايج ب 30,000 انت تشوف فين معرمين شي هنا شي هنايا، وهاد الناس ما بغاو يديروا معانا حتى حاجه فين ما تمشي سير حتى الغدا سير حتى بعدو الماء كنا شي 30,000 حتى هي تيارة باقا عندهم ايوا فين ما تمشي شي تيلوحك كل شي هذا يلوحك لهذا هذا يلوحك لهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا طلع أنتم شفتوه وصورتوه أنت شوف حيدوا لنا البيبان إحنا وين دايرين لنا الحصيرة باش مخبين على البرد، حوايجنا هما فين مشتتين، حوايج الآخرين هما فين ملوحين، كوزينتنا ما هي كوزينة، جلسة ما هي جلسة، ما فهمنا حتى شي حاجة أخويا. واش غير واش صيفطهم سيدنا يصلحوا أولا يديروهم في جيوبهم هادو هاد الناس هادو راه ما بقاوش يتقوا الله، سيدنا تيحلفهم بالله هاك سير صلاح تيقبض تيديرهم ما بجيبو هو ما تيصابش هذاك الدرويش، درويش راه واكل العصا واكل العصا بالمزيان ماشي وهي صابر. وادي راه عام دابا ما مكرفسين عام وحنا ما تنخلصوا في هاد الشيء هذا وما تيكون نهار يصيفطوا لك واحد يضرب ضربه دابا كون هي مصايبين. ومني هدرنا ما قالك انت كاع ما مقيد عندنا، ما مقيدش عندك لا تجي عندي تصلحها. يا دابا انا ما مقيدش عندكم وانا اللي جاي تصلح لي الدار انت ما مقيدش عندي. ومشينا ما مشينا و تنقول لك لا حول ولا قوة راه يوميا تنمشيو كنا يوميا تنمشيو دابا ملي مشينا عندهم القايد ما كاينش راه مسافر قايد راه ما كاينش حقا حنا راه سالينا الدار راه حنا سلمنا لكم الدار شكون هذا اللي سلم لكم الدار؟ حنا ما تسلمنا منكم ما تسلمتوا منا ما حنا سلمنا لكم حنا ما عندنا حتى ورقه بعدا باش انتم دخلتوا لعندنا بس ما فهمنا حتى شي حاجه لا فلوس عطيتيهم منا لا انت تمشي لعندنا تقول فلوس قلت لك مقيد عندنا وانا ما مقيدش عندك لا جاي صلحتي لي وكرفصتيني وخليتيني ملاوح انايا عام وانا تنكري الحوايج 30,000 باش كاري الحوايج ولادي مكرفصين لي وانا مكرفص هنا واش انت اللي دار معك هذا الشيء هذا؟ هذا الشيء كل شيء ماشي انا راه قلبتي غتلقى السله كامله ها هو جاري من فوق مني راه 30,000 ريال باش كاري ما عطينو حتى ريال اربع شهور هذه ولا ثلاث شهور ما كاين حتى شي ريال ما كاين وفين ما تمشيش يصدك كلشي الفلوس باقا ما جات راه هادي ما كايناش هذا ما كاينش هادي ما كاين وهذا هو اللي كاين اخويا ولا عطى الله انتم شفتوه انتم صورتوه وعاش الملك عاش الملك عاش الملك كره عام ما قاطين حتى شي ريال سيدنا راه هو تيسمع وتيشوف هاد الناس هادو اش دايرين فينا في هاد السلاد خضره طالعه وبنادم تياكل كلشي ما بقات عيشه في الحقيقه المعيشة فينا هي المعيشة انت تشوف الحديد فينا هو عندي رانا خدام في داري خدام فيها وانت نعس فيها وهي ما مصلوحة ما والو كوني تصلحت واش تنعس ودير حصيرة باش انت مخبي انت ولادك كنتي ببيبانك داو البيبان داو دابا نجيبو لكم دابا نجيبو لكم شي حاجة ما تصايبات انت كل شيء خراب حوايج نمشى في هذا الشيء جا شي راه كلهم راه يوميا راه تيجيو راه شافوا هادشي ودخلناهم وشافوا وحقا تنجيو حقا تنجيو حقا تنجيو وانت عايز تجري وتتمشي من توقف ديك المقاطعة بعدا بحال تطلب انا اول حاجه ما كنت يعطيك وقت يعني انت عي حشره انت شنو انت مواطن شكون انت باش غيهضروا معك انت كمواطن بحالي ما عندكش راه بعدا تبان له حشره انت سير بحالاتك يلا غيقول لك سير حتى الغدا يعطيك وعد ديال الكذوب وعود الكذابه راه هي اللي كاينه حتى الغدا حتى بعد صلاه الصيمانه ملي تمشي لعندك تبقى انت تعيا ملي تمشي ومجي وما غتبقاش تجي الميساج اللي كتوصلوا للناس المسؤولين اللي هداهم الله هما تيسمعوا كل شيء وهما تيشوفوا كل شيء راه حتى حاجه ما مخبيه عليهم راه حاجه ما مخبيه عليهم راه حتى حاجه مخبيه بلا ما نقولوا حنا راه هما تي حاضرين وناظرين وشايفين ايه هما تيتعماو ما خصهمش يتعماو علينا الا تعماو عنا راه ربي ما غيتعماوش عليه راه ربي كاين تقوا الله راه ربي راه كاين ربي راه ما غيزقل حتى واحد فيكم راه قاعد تدي الا درتي الخير راه غتلقاه درتي الشر راه غتلقاه محطوط لك سيدنا حلفكم بالله وقال لك هاك سير صلاح المواطن وسير صلاح المواطن ماشي دي كل شيء وتخلي المواطن قال سير شوف هذاك راه حيد المسؤوليه عليه حلفتي بالله قدامه غدا قدام الله حتى هو باري منك نحلفك بالله لا تما كل شيء تردوه للملك فين ما دروا لا سيد ما سيدنا اش داير سيدنا راه حلف وعطى صافي هذوك راه هما اللي مكلفين بهاد البلاد ما هو غيبقى يقلب عليك مالك حتى ما مساليش لهاد الشعب كامل وتبدا يقلب عليه راه داير مسؤولين ديالو تيمشي وهذوك المسؤولين راه شفاره بالعربيه كلشي خطاف لا تخافوا حتى ما تخافوا عم الله وعاش الملك صافي هاد الناس تنخافوا حنا ماشي حاجه اخرى ما تخافوش منا ايوا هذا هو اللي عطى الله انتم اخويا شفتوه ولا عطى الله الوليدات انتم شفتوهم وشفتونا فين مكرفص وفين جالس وهذا هو اللي كاين والسلام عليكم.